نقدم لكم تقنية التحصيص ستيكينج 2.0 على سمارت بلوك تشين. إن إدخال تقنية التحصيص 2.0 سيتيح لك تعزيز قدراتك وسيجعلك عملك مع سمارت بلوك تشين أكثر ربحية. سنخبركم في هذا الفيديو ما هو التحصيص وكيف يتم تنفيذها في سمارت بلوك تشين وما هي المزايا الرئيسية التي تحصل عليها. إن التحصيص على بلوك تشين سمارت هو عملية يقوم فيها المستخدمون بتجميد كوينات سمارت من أجل الحفاظ على تشغيل الشبكة والحصول على موارد الشبكة الرئيسية لهذا باندويث عرض النطاق الترددي وانرجي الطاقة، وهما ضروريان لتنفيذ المعاملات باستخدام العقود الذكية والمعاملات الأخرى. كما هو الحال مع جميع منتجات ألتيما تحدث إدارة التحصيص في سمارت وولت، فإن هذه الواجهة للتحصيص بسيطة جدا وسهلة جدا على الاستخدام قدر الإمكان. لبدء الستيكينج عليك القيام ببضع خطوات فقط. اختر ما تريد الحصول عليه، النطاق الترددي أو الطاقة، ثم قم بتجميد الكوينات سمارت. لذا دعونا نرى الآن لماذا يتم استخدام كلا النوعين من الموارد في البلوكتشين لدينا. عرض النطاق الترددي في سمارت بلوكتشين هو مورد ضروري تماما لجميع المعاملات في الشبكة، وعند الدفع مقابل المعاملات في النطاق الترددي لا تحتاج إلى دفع عمولات في سمارت. في تقنية بلوكتشين سمارت يمتلك كل مستخدم 1500 وحدة نطاق ترددي يوميا، مما يتيح للمستخدمين عدد معين من المعاملات المجانية. عند إجراء معاملة ما يتم استخدام القليل من النطاق الترددي الخاص بك. عند نفاد هذه الوحدات تحتاج لإجراء المعاملات الجديدة إلى توكن سمارت كعمولة للشبكة، أو تجمد مرة أخرى توكنات سمارت في شبكتك. الطاقة في سمارت بلوك تشين هي مورد يستخدم لتنفيذ جميع الإجراءات باستخدام العقود الذكية مثل السبلتينج والمعاملات مع السبلتات وتوكن ألتيما وما إلى ذلك. الطاقة بمثابة وقود لتشغيل العقود الذكية. إذا نفذت الطاقة لديك ستحتاج إلى دفع العمولة بكوينات سمارت مقابل إجراء المعاملات باستخدام العقود الذكية، واعتمادا على حجم المعاملة قد يتم تحصيل الرسوم التي تصل إلى 10,000 سمارت. كيف يتم تحصيل رسوم الموارد مقابل التحصيص؟ يمكن استخدام المورد سواء النطاق الترددي أو الطاقة فقط أثناء تحصيص سمارت، وفي الوقت نفسه يمكنك إلغاء تجميد الكوينات في أي وقت. وبمجرد إلغاء تجميد سمارت تتم إعادة تعيين موردك، وستعين عليك دفع سمارت مقابل المعاملات. بعد إلغاء التجميد لمدة أسبوعين تظل كوينات سمارت التي تم تحصيصها غير متاحة للسحب، وبعد أسبوعين يمكن سحبها إلى محفظة سمارت. يتم تحديث عدد الموارد في المحفظة في غضون 24 ساعة اعتمادا على المعايير الموجودة في الشبكة، ويستند الحساب إلى الصيغة التالية: يختم عدد كوينات سمارت التي تم تحصيصها لمورد ما على العدد الإجمالي للكوينات التي تم تحصيصها لمورد معين في الشبكة وضربه في الحد اليومي. يبلغ الحد اليومي لمورد الطاقة حاليا 90 مليار وحدة طاقة، ويبلغ عرض النطاق الترددي 43 مليار و200 مليون. سارع الآن باستخدام التحصيص. التحصيص عبارة عن تقنية تعمل على تعزيز قدرات المستخدم بشكل كبير. يتيح لك التحصيص والمشاركة بنشاط في حياة البلوك تشين، مما يساعد على تطويره وجعل سمارت تشين أكثر أمانا. وأهم شيء بالنسبة للمستخدم هو أن التحصيص يمنح إمكانية توفير الآلاف من سمارت للمعاملات، مما يساعدك على زيادة أرباحك إلى الحد الأقصى وتقليل تكاليف السبلتينج إلى الصفر. وهذه فرصة فريدة يجب على جميع المستخدمين الاستفادة منها بكل تأكيد.